السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شطرة ام البنات. النهاردة مع بعض انا قررت ان انا اعمل مكرونة بالبشاميل، ولا كانت على البال ولا على الخاطر، فجأة كده قررت ان انا اعملها. فكنت مطلعة اللحم، نص كيلو لحمة مفرومة عندي من الفريزر، على اساس ان انا هعمله كفتة للامانة. لقيت اللحمة نسبة الدهون فيها قليلة، ولقيت نفسي انا عاملة لحمة كفتة قريب، فقلت لا انا هعمل مكرونة بشاميل النهاردة بأقل امكانيات عندي، بواقي حاجات طالعة كده طلعتها من الفريزر، وكانت حاجات في التلاجة، وفلفل اخضر عندي، قرن فلفل، قرن احمر، قرن اخضر، بصلتين، وعملت زي ما انتم شايفين كده. وما كنتش برضو مقررة ان اصور، تمام؟ قلت لا انا هصورها معاكم لان ما عملتهاش قبل كده في القناه معاكم، فقلت هصورها معاكم النهارده ان شاء الله. اول حاجه حطيت هنا طاسه على النار، الزيت يسخن عشان اعمل اللحمه بتاعتي، عصق اللحمه. جبت هنا حله عشان هعمل فيها البشاميل، وهنا دي حله على النار هحط فيها ملح وزيت، وعشان هسلق فيها هنا المكرونه، تمام؟ اول حاجه هسلق المكرونه بتاعتي، هحط هنا معلقه من الملح. الميه بتاعتي خلاص زي ما انتم شايفين كده سخنت، تمام. وهحط بقى معلقه برضو زيت عشان ما تلزقش وتبقى مفلفله معايا، وهنزل عليها بنص كيلو مكرونه. انا للامانه ما كنتش والله ناوي اصور خالص، بس طلعت كده في دماغي مره واحده، قلت انا ايه هوريها لهم انا بعملها ازاي معاكم على القناه. طاسه على النار حطيت زي ما قلت لكم شويه زيت، وعندي كنت مبشره بصلتين وفلفل اخضر وفلفل احمر، مفيش مشكله لو حطيتيه على بعض. هنزل بيهم في الزيت، بالشكل ده كده هدبلهم معايا، لان انا ولادي مش بيحبوا البصل يبان في الاكل خالص، فهدبلهم كويس قوي. بفضل زي ما انتم شايفين كده اقلب فيها لحد ما تبدا الريحه بتاعتها، ما اقولكوش يا ناري على الريحه وعلى جمالها، ريحه فظيعه بجد، حلوه جدا. ريحه البصل مع الفلفل الالوان ريحتها جميله جدا. هنزل دلوقتي بقى بالفلفل الاسود عشان يتبل معايا البصله كويس، حبه حلوين كده. ومعايا هنا بهارات لحمه، انا مش بحب اكتر في التوابل، لو انت عايزه تحطي اي زعتر تحطي برضو اللي هي اسمها ايه قرفه، يعني ممكن تحطي اي حاجه انت حباها زي ما انت عاوزه كده. احط كمان معايا الملح، احط الملح كده بالشكل ده مش كتير. وبعد كده هنزل باللحمه بتاعتي. نص كيلو لحمه كتير طبعا على نص كيلو مكرونه. انا هحط، انا بحب ان تكون اللحمه كتيره شويه، يعني نص كيلو مكرونه بياخد ربع كيلو لحمه، تمام. انا هاخد منها اللي يكفي والباقي يتحاش معايا متعصق، مفيش اي مشكله، يعني هحط الكميه المناسبه واللي يتبقى معايا او متعصق عندي اعمل بيه سمبوسه، اعمل بيه اي حاجه مفيش مشكله. حتى لو انت سبتي كده شويه المكرونه اللحمه المعصجه دي ممكن تعملي بقى سندوتشات بتبقى حلوه جدا للولاد. هقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون بتاعها واوريكي شكلها. وده شكل اللحمه خلاص بعد ما غيرت اللون بتاعها وبقت متعصجه وشكلها جميل جدا، شكلها يفتح النفس عامل ازاي. جبت عندي من الثلاجه كنت مفرزه اللي هو الجزر، لو عندك فريش بيكون برده حلو، فهحط اهو معلقتين كده كبار بيعززوا الطعم جدا وبيخلوا طعم المكرونه رهيب بجد، حلو جدا في الوصفه، تمام. هقلبه عليها كده يا دوب تقليبه واقوم طافيه على طول. طبعا تظبطي بقى الملح بتاعك والفلفل وبهاراتك. بالشكل ده كده خلاص كده انا هطفي عليها دلوقتي وبقت زي الفل. وهنا بعد ما عصقت اللحمه خلاص نقلتها هنا وجبت مكانها الحليب، كان عندي كيسين حليب من ده يعني لتر حليب. هحطه كده على النار، ومش هعمل بشاميل بالطريقه التقليديه، انا بحب جدا كيس البشاميل بتاع نور دوت فاين فود بحبه قوي، فعندي هنا لتر حليب وهحط عليه باكو البشاميل الجاهز ده
انا عايزه اعمل حاجه سريعه. تمام، بحب طعمه جدا يعني، بحب طعمه والتتبيله بتاعته حلوه جدا، بتقلبي على طول كده. انا من النوع اللي بحب البشاميل بتاعي يكون خفيف، ما بحبوش تقيل. انت بقى حابه تقليه تخففيه مفيش مشكله، حابه تقليه مفيش مشكله برضه، اللي يريح. هتقلبي كده على طول عشان تدوبيه الباودر بتاع البشاميل. تمام، انا هنا مجهزه معايا بعد ما سلقت المكرونه دي، المره اللي فاتت عملتها معاكم اللي هي المكرونه النجرسكو عملتها بالشوربه، لكن دي الميه بتاع السلق بتاع المكرونه بتزودي بيها، بتبقى دسمه جدا وحلوه جدا جدا. الناس اللي عايزه تعمل رجيم وكلام من ده بلاش الخطوه دي، لانها بتكون تقيله وفيها نشويات كتير. تمام، عندي برضو لقيت عندي في الثلاجه قشطه، دي مطلعاها من وش اللبن، وهحط عليها جبنه موتزاريلا. ما اقولكوش بقى على الطعم فظيع، حلو جدا. ومش بحط اي توابل لانها بتبقى فيها توابل بتاعتي. شايفين قوام البشاميل اللي تقل معايا ازاي، ومفيش فيه اي كتل ولا كلاكيع ولا اي حاجه، زي الفل وانسيابي وزي الفل. هبدا بقى دلوقتي انزل عليه بالميه بتاعت المكرونه. اهو زودت الكميه معايا، بتفضلي بقى تقلبي كده. هو مازال برضو لسه تقيل يعني، هو ما شاء الله الكيس ده بياخد اصلا لتر حليب وبيكون تقيل جدا، انا بقى ما بحبوش تقيل. لو انت حابه تسيبيه تقيل مفيش مشكله. هنزل بقى دلوقتي عليه بمعلقتين كده قشطه، ما اقولكوش بقى بيخلي الطعم بيعزز الطعم ازاي، جميله جدا حلوه قوي. وهحط كمان معايا هنا جبنه موزريلا، بيخلي كده البشاميل يمط معاكي. هحط قيمه معلقتين برضو كبار. تمام، وهرجع بقى اقلب معاكم لحد ما اخلي الكريب اسفه البشاميل تقيل جدا، يعني تقيل قوامه حلو، اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبتفضلي معاه كده ما تسيبهوش عشان ما يتلسعش منك، تفضلي تقلبي بالشكل ده. خلاص هو بدا يتقل معايا اهو، بقى زي الفل. تدوقي الملح بتاعه، لو انت حاسه ان انت عايزه ملح، نقطه ملح ولا حاجه ولا فلفل حطي مفيش مشكله، عشان احنا زودنا بالشوربه بالميه بتاع المكرونه. اما لو انت عاملاه بالكيس بس فمش هيكون محتاج معاكي خالص اي حاجه. تمام كده بقى نبدا نجهز الصينيه بتاعتنا. وكده المكونات بتاعتنا كلها بقت جاهزه. هنا المكرونه المسلوقه اهي سويها سوي عادي جدا، مش هرياها ولا مطلعاها من غير ما تكمل سويها كويس. وهنا معايا اللحمه، ومعانا هنا البشاميل. هبدا دلوقتي هاخد جزء من البشاميل اللي احطه على المكرونه بتاعتي بالشكل ده، وهقلبها في بعضها كده بحيث ان انا عايزه المكرونه تكون مفلفله بالبشاميل. تمام، شايفين كده. وهاجي بعد كده جبت كده بقى البايركس بتاعي، وحطيت البشاميل في المعيار ده عشان يسهل عليا. وهبدا دلوقتي انزل بجزء من البشاميل كده في ارضيه الصينيه. لو انت عايزه، انا قلت لو انت عايزه تقلي البشاميل عن كده براحتك. تمام، هنزل بقى بجزء من المكرونه، نص المكرونه هنزله كده. تمام، افرديها بقى وظبطيها، دلعيها كده. وهرجع بعد كده انزل عليها باللحمه المفرومه. تمام اهو، انا بحب قلت لكم بحب اكتر اللحمه، فهعمل طبقه لحمه كده محترمه. بالشكل ده كده، وفردت عليها اللحمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدا بقى بعد كده انزل ببقيه المكرونه. يعني مثلا ممكن تعملي دي تقضيك انت ولادك يومين بدل وقفه المطبخ كل يوم. انا عاملاها النهارده الخميس، فهقضي بيها خميس وجمعه. تمام، عشان يبقى يوم كده اقضيه مع اولادي، مفيش ورايا طبيخ لا وقفه مطبخ. تمام، هبدا بقى اظبط كده، وبفضل كده اظبط فيها زي ما انتم شايفين. تمام، يعني حتى لو ما ظبطتش قوي البشاميل هيظبط لنا الدنيا. بعد كده هنزل بقى بالبشاميل بتاعي، شايفين خفيف خالص مش تقيل. انزل كده بالشكل ده كده اهو،
لو انتي برضو بتحبي البشاميل تقيل اعمليه تقيل، انا بحبه خفيف ويمكن هو خف مني شويه، بس والله بيبقى جميل جدا، وبتلاقي المكرونه والوجبه معاكي حلوه جدا بالشكل ده كده. ببدأ بقى اساوي كده، لو في حاجه طالعه على ال على البتاع على الصينيه بتاعتي بسويها، دي فوطه نظيفه جديده يعني نظيفه تمام عشان ما تتحرقش معايا على النار ويبقى شكل الصينيه بتاعي مش حلو. بعد كده هجيب جبنه موتزاريلا بقى، عايزه تعمليها بالبيض مفيش مشكله، بس انا عشان ولادي برضو مش بيحبوها بالبيض فهعملها النهارده، لكن لو عندي عزومه عندي حاجه بعملها بالبيض بصراحه. والجبنه الموتزاريلا برضو بتغني وجميله جدا وبتدي لون وطعم حلو جدا للوصفه. وده بقى بيكون شكلها بعد ما خلاص حطيت عليها الجبنه الموتزاريلا. هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180، نسيبها بقى تاخد مثلا نص ساعه ولا حاجه، وبعد كده ابص عليها لحد ما تاخد الوش بتاعها الوش الذهبي الجميل بتاعها، والاقي الارضيه بتاعتها بقت واخده اللون الحلو وخدت السوا بتاعها كامل، وهوريكم شكلها النهائي بعد ما اطلعها من الفرن. وده شكل المكرونه بتاعتي بعد ما خرجتها من الفرن، ما اقولكوش ريحتها واكيد طعمها احلى بكتير، جميله جدا ولونها ذهبي كده بسبب الجبنه الموتزاريلا، حلوه جدا. جربيها على طريقتها هتعجبك جدا جدا باذن الله. اسفه جدا لو صوتي تعبان وكده، فتعبانه معلش. ايه مريومه، مريم بتحب المكرونه البشاميل جدا جدا من ايدي، فاتمنى يا رب انتم تجربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. لو اول مره تشوفوا قناتي بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.